اسمي مازن وهو يعني المطر الغزير، وكذلك يعني بيض النمل، وكلاهما يشيران إلى الخصب. حين أمد يدي إلى جيبي أجد تعاريش بيوض النمل وهي تتسلق وهي تتعلق بنسيج البنطلون، وفوق فتحته غيوم ماطرة فتعشب ساقي غابات تتسلق وجهي. هذا الجحيم المر يعشب أيضا. الغراب الموشح بالفجيعة لا يرى الناس وهي تتسلق الجدران. الأرواح الهائمة في الليل لا يمكنها رؤية الغراب الأسود. الصباح يكمن في بطنه والزوال كذلك، طلقة تكفي لثقب الظلام الدامس في باحة القلب. مات أبي بفيروس كورونا، ليس هناك من يقبل تغسيله قبل الدفن، ليس هناك من يقبل دفنه. جسده الممدد مزرق الصدر من الاختناق، متورم من العطاس والسعال الدائم. لم أستطع الاقتراب من ضريح الإمام علي، ولم أستطع الاقتراب من مدينة الموتى في النجف. وضعته وسط الشارع وتركت الديدان تمر عليه دون أن تعطس أحداهن، وكذلك السيارات والأغنام والغروب الكثيف البرتقالي. الشمس تكاد أن تشرق وقت الغروب، كل شيء بنفسجي ومحمر، وفي عيني نملة تمر على الشارع والأصابع الملقاة. سحبتها إلى الزاوية البعيدة مني. البستان المليء بالسواد يمسح الآثار القديمة لزمن لم يعد موجودا هنا. الفيروس زمن يموت ببطء. اسمي مازن.